غزة. نتحدث الآن إلى إيمان جودة، عضو مجلس نواب ولاية كولورادو بالولايات المتحدة، وهي أول مشرع قانون مسلم في تاريخ الولاية من كولورادو. سيدة جودة، أولا هناك تأييد كبير، كنا نتحدث قبل قليل مع ضيفنا عن التأييد الأمريكي الكبير لإسرائيل، بل إعطاء الضوء الأخضر كما يرى كثيرون. مجازر كالتي وقعت قبل قليل، هل برأيك يمكن أن تغير أو تزحزح الموقف الأمريكي قليلا؟ أعتذر. شكرا لكم، شكرا لاستضافتي. أظن أن الدعم أحادي الأطراف الذي تحصل عليه إسرائيل من الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن يتغير. أظن أنه يجب أن نركز جهودنا على الحلول الدبلوماسية والتركيز على السلام في هذه الحوارات. يجب التأكد من أن فلسطين لديها الحق في تغيير مصيرها والعيش بكرامة، والاعتراف والإقرار بأن فلسطين هي دولة ذات سيادة، ولكن يجب التأكد من أن حوار السلام مبني على العدالة والمساواة. لا يمكننا الاستمرار بدعم إسرائيل بهذه الطريقة والدعم العسكري الغير مشروط الذي يؤدي إلى وفاة آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة. نعم، ولكن الرئيس بايدن يواصل دعمه الكبير لإسرائيل، أمر بإرسال حاملتي طائرات، بنشر 2000 جندي، هناك غطاء سياسي كامل لإسرائيل، وغدا هو سيذهب إلى إسرائيل للإعراب عن دعمه الكبير، وإسرائيل هي التي ترتكب المجازر الواحدة تلو الأخرى. كيف يمكن العمل على تغيير هذا الموقف المتصلب من قبل الإدارة في واشنطن؟ هناك دعم غير مسبوق في الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل، وهذا لطالما كان بطريقة الدعم العسكري، بالإضافة إلى أن يكون هناك دعم أمريكي كبير لإسرائيل. هذه الأمور مبنية على أسس غير عادلة ويجب تغييرها. هناك دافعي الضرائب في الولايات المتحدة الأمريكية هم الذين يمولون هذه الجرائم، جرائم ضد الإنسانية ضد الفلسطينيين، ويساهمون في هذا الاحتلال غير الشرعي. وكما قلتم، هذا كان يعتبر غير قانوني من الأمم المتحدة والمحكمة الدولية. لذلك مع استمرار دعم الولايات المتحدة الأمريكية والتعبير عنه حول العالم، يجب أن يكون هناك دفاع للديمقراطية ودفاع عن حق تقرير المصير. هذا الأمر لا ينطبق فقط على الفلسطينيين ولكن على كافة الشعوب. يجب أن نتأكد أن مقاربة لهذا النزاع بعيدة عن الدعم العسكري، وحتى إذا كان دعما عسكريا من الجنود أو من المعدات في البحر المتوسط. كل هذه الأمور تؤدي إلى تصعيد هذا النزاع الذي لا يبدو أن نهايته قريبة، وقد ينتشر إلى منطقة إقليمية بأكملها. ذكرت الشعوب، أنت سيدة جودة كمشرعة في برلمان ولاية أو في مجلس نواب ولاية كولورادو، كيف تقيمين رد فعل الأمريكي العادي عندكم، الرأي العام الأمريكي مواطن الشارع إزاء ما يجري في غزة، وخصوصا بعد مجزرة التي نشاهدها الآن؟ الجريمة التي نشهدها الآن وهي أمر غير معقول ولا يمكن تصديقه. تدمير مستشفى فلسطيني وقتل مئات الأشخاص وجرح أكثر بكثير. كل هذه الأمور مع الأسف لا يبدو أنها كافية عندما نتكلم عن الدعم الذي يحصل عليه الفلسطينيين. لاحظت أمرا، وهو أنه كان هناك دعم غير عادل للمجتمع الإسرائيلي هنا في كولورادو. أظن على الرغم من هذا أن الشعب الفلسطيني يبذل جهدا للتأكد من أننا نناضل وندعم حقوق الإنسان للفلسطينيين عفوا، ولا ندعو للقتل غير العادل للفلسطينيين في هذه الحرب. وأنا أحث زملائي والأعضاء في المجلس أيضا وفي
مجلس الشيوخ للتأكد من أننا نفهم أن حماية حقوق الإنسان هي أمر بنيت عليها الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يجب أن يكون هناك ازدواجية في المعايير في عدم احترام حقوق الإنسان الأساسية وإيماننا بالديمقراطية تجاه الفلسطينيين. ولذلك يجب أن نتأكد من أن اعتقادنا وإيماننا في هذه القيم تمتد أيضا من دون أي تهديد لكل الشعوب في العالم. شكرا جزيلا إيمان جودة، عضو مجلس نواب ولاية كولورادو بالولايات المتحدة.